ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. يحصل نداءات وخطاب بين أصحاب الجنة، نسأل الله يجعلني وإياكم منهم، وبين أصحاب النار، نسأل الله السلامة والعافية وأن يعيذنا وإياكم وأبائنا وأمهاتنا منهم. طبعا أهل الجنة في غاية النعيم، وأهل النار في غاية العذاب. أهل الجنة يقولون: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يقول: هل لقيتوا العذاب اللي أعطاكم؟ أما نحن فقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فيقولون نعم، يقولون ذولك نعم، بس ما يواصلون الكلام لأن ما في فرصة للكلام، اللي في النار ما هو فاضي يتكلم. قال: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الكافرين، ثم ينطلق نداء من النار. قال عز وجل: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، النداء يجي الآن من النار، أن أفيضوا علينا من الماء، لأن أعظم ما يحتاج الإنسان المصاب بالحريق يبغى الماء، لأن النار طبيعتها أنها تجفف الجسد وتقضي على الماء الموجود في الجسد والدم، فيصبح للإنسان حاجة شديدة ماسة إلى الماء، فيبغون ماء. أو مما رزقكم الله، فيرد عليهم أهل الإيمان، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. حرم الله الماء وما رزق الله على الكافرين. من هم؟ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، يعني ما اتخذوا الدين جدية. بعض الناس يأخذ الدين لعب كذا، يعني يصلي يخلي يلعب يغني، إيش اللعب هذا؟ هذا دين يا أخي، ما هو لعب. خذ الدين بقوة، خذ الدين بصدق، خذ الدين بالتزام، ادخل في الدين كما أراد الله. أما الدخول الفوضوي هذا الذي كل يوم ولك لون وكل يوم ولك شكل، ومرة تصلي ومرة تخلي ومرة تقرأ ومرة تغني، هذا ما يصلح. هذا أخذ الدين لهوا ولعبا. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، أي خدعوا بالحياة، خدعتهم ببهرجها وبجمالها وبزينتها، وهي لا تخدع إلا المخدوعين، ولا العاقل اللي عنده بصيرة وعنده نظر يعرف أنها مهما تزخرفت هي الدنيا، هي الدنيا مهما كانت فإن العاقل يعرفها. الذين خرجوا مع قارون ورأوه لما خرج في زينته، قالوا: يا ليتنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لكن إيش قالوا اللي يعرفون الدنيا؟ قال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير، ثواب الله وجزاء الله وما عند الله للمؤمنين خير من هذا الذي أعطاه الله قارون، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولما يلقاها إلا الصابرون. ثم قال: فخسفنا به وبداره الأرض. هيا، وش تنفع هذا الحين لما خسف الله به؟ وش تنفع الإنسان لما يموت الآن؟ صاحب الملايين إذا مات هل يحطون معه ريال واحد في القبر؟ والله ما يضعون معه شيء إلا عمله، الذي عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وغرتهم الحياة الدنيا. طيب، والنتيجة قال: فاليوم، يعني يوم القيامة، ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. دائما المنافق وقليل الدين ينسى الآخرة ولا تخطر له على بال، ويباشر جميع حياته في عزلة كاملة عن الآخرة. يأكل الحرام ولا يظن أنه سيموت، ينظر في الحرام ولا يظن أنه سيموت، ينسى الآخرة، ينسى اللقاء مع الله، يسمع الأغاني والأطراب طول الليل وينسى الله، يمد يده على الحرام ويسرق المال الحرام، وربما يزني بالحرام ويعمل الفواحش وينسى الله. فالله يوم القيامة يعامله بنفس أسلوبه ومعاملته. قال عز وجل: فاليوم ننساهم، ننساهم في العذاب وننساهم من الرحمة، كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون.